هذه هي الحلقة 31 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الرسالة العراقية التي كان الحديث فيها عن الزواج وشؤونه. أجبت عن جانب منها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. سأكمل من حيث توقف الحديث. الرسالة تقول: ولاحظت، كاتب الرسالة هو الذي يتكلم، ولاحظت أن أئمتنا الأطهار أرواحنا فداهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يتزوجوا من العراق، وليس لأي، لم يتزوجوا من العراق وليس لأي منهم أي أم عراقية، وإن كل أمهاتهم جئنا بشكل أو بآخر من ذلك الجانب الآخر من البحر الأحمر، إلى آخر ما قرأته عليكم من الرسالة في الحلقة الماضية. وقلت من أن 7 من الأئمة المعصومين أمهاتهم عربية. رسول الله، أمير المؤمنين، الزهراء، الحسن، الحسين، الباقر، الصادق، و7 أمهاتهم من شعوب مختلفة. السجاد أمه فارسية أصلية، إنها بنت ملك الفرس، ملك الساسانيين. أقوال المؤرخين الإيرانيين القدماء المعاصرين، أقوال مؤرخي السنة وحتى من علماء الشيعة، من مؤلفي الشيعة، قالوا لا أبالي بأقوالهم، لا تساوي عندي فلسا ممسوحا. ما عندنا في الأحاديث والروايات، فإن إمامنا السجادي فارسية أصلية وهي عراقية، ولدت ونشأت في العراق. مثلما قلت في الحلقة الماضية، لا يوجد جنس يقال له الجنس العراقي. أرض العراق سكنتها شعوب وأمم مختلفة، وحينما يقال بأن العراق عربي، هذا الكلام فيه تسامح. جزء من العراقيين عرب، وإلا فهناك قوميات وشعوب أخرى ليسوا عربا. وهذا الأمر منذ بداية فجر التاريخ وإلى يومنا هذا. أرض العراق موطن لشعوب مختلفة. عاصمة الفرس الساسانيين المدائن، إنها تجاور مدينة بغداد التي صارت عاصمة للعباسيين، وإلى يومنا هذا هي عاصمة العراق. والدة إمامنا السجاد عراقية بحسب قوانين الجنسية العراقية، عراقية مولودة في العراق وتربت وعاشت في العراق، لكنها فارسية أصيلة. وأشرت إلى بقية أمهات أئمتنا صلوات الله عليهم، إلى أن وصلنا إلى إمام زماننا، فأمه تركية لأنها ولدت في تركيا وعاشت في تركيا وأسرتها كانت في تركيا، لكنها في الأصل رومية إيطالية. قصتها مفصلة في أخبارنا ورواياتنا. يكذب المكذبون براحتهم، يشكك المشككون تلك مشكلتهم، يضعفون أسانيد الروايات ويقولون إنها من حكايات ألف ليلة وليلة، فليقولوا هم أحرار بما يقولون ونحن أحرار بما نقول ونعتقد. ليس على رؤوسهم من ريشة تميزهم عنا، هم رجال ونحن رجال، يقولون بالذي يعتقدونه ونقول بالذي نعتقده. هذا هو الموجود في ثقافة العترة الطاهرة. وحينما ستشرق الشمس، ستشرق في يوم من الأيام، لابد أن تشرق، وذيك الساعة تطلع الشمس على الحرامي، سنعرف اللصوص من الأوفياء الأمناء. الحقيقة لا بد أن تظهر ولا بد أن تشرق، ويجي يوم تطلع الشمس على الحرامي. أيكون قريبا هذا؟ أيكون بعيدا؟ لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي. إنها لحظة الحقيقة. على أي حال، أعود إلى إتمام حديثي بخصوص الرسالة التي تتحدث عن شؤون الزواج ومشكلاته. هناك قضية واضحة يبينها القرآن لنا، إنها الآية 13 بعد 10 بعد البسملة من سورة الحجرات. يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. العملية في أصلها زواج، وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. إنها الشعوب والقبائل المختلفة التي عاشت في العراق وغير العراق، لأن السائل من العراق، ولأن الحديث عن العراقيين والعراقيات. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو القانون الأول والأخير. لا علاقة لموضوع الزواج أن يكون مرتبطا بعراقية، بفارسية، بعربية، بهندية، بنوبية، ببربرية. القانون هو هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا القانون ينطبق على الرجال وينطبق على النساء بنفس الدرجة، بنفس المستوى. ومن هنا يبدأ الحديث عن الزواج. أصل الموضوع زواج يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، زواج، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجزء من هذا التعارف التزاوج، فيكون التزاوج فيما بين هذه الشعوب وهذه القبائل، والأمر هو يخضع لهذا القانون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا حينما حدثتكم عن أهم المواصفات أهم القواعد في أمر التزويج ذكرت أمرين، الأمر الأول حسن المنظر للرجال أو للنساء، أن يستأنس الزوج بمنظر زوجته، وهذا أمر نسبي، هذا أمر نسبي، وأن تستأنس الزوجة بمنظر زوجها وهذا أمر نسبي. أذواق الرجال مختلفة، أذواق النساء مختلفة، والاستئناس عامل نفسي قبل أن يكون حسيا، قطعا الجانب الحسي موجود في البين، لكن الجانب النفسي هو الذي يطغى. فحلاوة المنطق ودماثة الأخلاق ولين الطباع عند الرجال أو عند النساء هو هذا الذي يبعث على الاستئناس. الجانب الحسي مهم ومهم جدا، ولا أريد التوغل كثيرا في هذه الجهة. حسن المنظر والدين، والمراد من الدين معرفة إمام زماننا، فمن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم ليس في كثرة الصلاة والصيام كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله عليه، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة في كثرة التفكر بأمر الله سبحانه وتعالى. الجانب العقائدي، التفكر في أمر الله، أمر الله، سيد هذا الأمر الحجة بن الحسن، هو صاحب الأمر، نحن هكذا نخاطبه من أنه صاحب الأمر، ونقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأمره إليكم، أمر الله إليكم، الله هو الذي جعل أمره إليهم صلوات الله عليه. العبادة هي كثرة التفكر في أمر الله، والتقوى هي التي تقينا نار جهنم، تقينا غضب الله، الذي يقينا غضب الله والذي يقينا نار جهنم محمد وآل محمد، هؤلاء هم الذين يكونون سبب نجاتنا، وهذا سبب منحصر فيهم فقط. على أي حال ليس الحديث عن هذه الجهات، فهذان الأمران هما المهمان، المنظر المؤنس ومعرفة إمام زماننا، إما أن تكون المعرفة فعلية متحققة في الزوج أو في الزوجة، أو أن الزوجة عندهما الاستعداد لأن يتحرك باتجاه معرفة إمام زمانهم. الحكاية هنا وتنتهي أن الجنس الفلاني يفضل على الجنس الفلاني الآخر، هذا أمر موكول للزمان وللمكان وللظروف الموضوعية. في بعض الأحيان قد تكون الظروف السياسية لها مدخلية في الموضوع، الظروف الاقتصادية، الظروف الاجتماعية. ومثل ما بينت بخصوص زواج الأئمة خصوصا الذين تزوجوا من شعوب مختلفة، ذكرت أمرين مهمين، أمر يرتبط بالجانب الأمني، والأمر الثاني يرتبط ببعد استراتيجي مستقبلي. العلاقات مع الشعوب المختلفة، هذا جزء من التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. ولا أريد الخوض أيضا في تفاصيل هذه الحيثيات لأن الدخول فيها يحتاج إلى كلام طويل وإلى ذكر الكثير من الحقائق والمعطيات والشواهد. إذن هذه النقطة الأولى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بهذا الفهم الإجمالي الذي بينته. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الروم وإلى الآية 21 بعد البسملة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آيات إلهية لا ترتبط بشعب من الشعوب أو بقبيلة من القبائل. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما كان في المدينة، البلاد التي حوله، مكة المدينة بلاد العرب، والناس الذين حوله من قبائل العرب ومن تلك الأرض التي ولد فيها رسول الله وعاش فيها صلى الله عليه وآله. فحينما يقول خير نسائكم نساء قريش، هذه حقيقة بالقياس إلى الزمان والمكان والظروف الموضوعية التي عاشها رسول الله. خير نسائكم نساء قريش، لماذا يا رسول الله؟ الحديث يبين، أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد. هذا المعنى ليس منحصرا بنساء قريش، ولكن في الزمان الذي كان يتحدث فيه رسول الله، في المكان، في الحيثيات المنظورة، الجهة التي يخاطبها، المدى الذي سيصل إليه كلامه، هناك مديات للكلام. المعصوم حكيم، حينما يتكلم يأخذ بنظر الاعتبار كل هذه التفاصيل. المعصوم لا يهذي كأمثالنا، نحن الذين نهذي، نطلق الكلام على عواهنه من دون أن نحسب لكل شيء حسابا، نحن الذين نهذي. المعصوم لا يهذي، حينما يتكلم فإنه يتكلم وفقا لموازين الحكمة، وجزء كبير من موازين الحكمة أن ينظر إلى الزمان الذي يتحدث فيه، إلى المكان الذي يتحدث فيه، أو إلى الأمكنة التي ستكون ضمن مديات كلامه. إذن القضية ليست خاصة بقريش، وإنما هناك صفة أشار إليها رسول الله، أعطفهن على زوج وأحناهن على ولد، هذا الكلام يمكن أن يوجد عند قوم من الترك، عند قوم من الفرس، عند قوم من الهنود، عند فحينما قال هذا الكلام إنه ناظر إلى جهة معينة. هذا لا يعني أن الكلمة هذه تبقى تطبق في كل زمان وفي كل مكان، لكنها قطعا تشير إلى أن نساء قريش يتميزن بهذه الميزة في ذلك الزمان، في زماننا هذا ربما يتميزن بهذه الميزة وربما لا يتميزن بهذه الميزة، ربما هناك أقوام أخرى نساؤهم تتميز بهذه الميزة بنحو أشد وبنحو أكثر، لأننا لابد أن نعود إلى القوانين القرآنية الأصلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا القانون لا ينظر إلى قبيلة بعينها أو إلى شعب أو أمة بعينها. وهنا حينما يتحدث القرآن في هذه الحقيقة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه آيات إلهية، ليس الحديث هنا عن واقع اجتماعي معين، الآية جاءت في سياق الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى. الآية التي تأتي بعدها مباشرة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فمثلما اللغة لها قوانينها، واللغة تتغير من زمان إلى زمان، وحتى ألوان البشرة يطرأ عليها ما يطرأ بحسب الأزمنة والأمكنة. موضوع الزواج هو الآخر، يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الشجاعة في أهل خراسان. يعني إذا أردتم أن تنجبوا أولادا شجعانا فعليكم بخراسان، الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربر. المراد من الباه المتعة الجنسية، والباه في أهل بربر. البربريات مدحنة في زمان الأئمة وتميزنا بالنظافة، بنظافة الأبدان والثياب وبطيب الأفواه. أفواههن طيبة. الحديث في زمان الأئمة، الأزمنة تتغير وطباع الشعوب تتغير. الشجاعة في أهل خراسان والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب. قريش داخلة هنا، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم ماذا تريدون. الأحاديث مثل هذا الحديث وفيرة في كتبنا، هذا مثال ونموذج جئت به. كل هذا يشير إلى أن الأمور تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف الموضوعية، منها ما هو سياسي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو ثقافي. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحمد لله الذي جعل أجلة موالية بالعراق. مديح للعراق وهناك ذم للعراق. الذين نصروا الحسين عراقيون. سيد الشهداء وهو يقول: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. إنه يتحدث بشكل مطلق. علم الحسين علم لا نهاية له، علم مطلق، يتحدث عن كل الأصحاب في جميع الأزمنة الماضية والحاضرة في زمانه والمستقبلية. ما هو بغريب هذا، القرآن هو الذي يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون من هم؟ الحسين وآل الحسين. هذه الرؤية محدودة بزمان، هذه رؤية الله، رؤية الله رؤيتهم. وهذا أدل دليل على أن المؤمنين هنا ما هم نحن، لأن رؤيتنا ليست كرؤية الله. هناك مجموعة رؤيتها رؤية الله. هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة أن يختار غير محمد وآل محمد في مقام الإنصاف، لا في مقام الجدل والعناد، في مقام الإنصاف؟ هل يستطيع أحد من الشيعة أو من السنة يختار غير محمد وآل محمد؟ يمتلكون رؤية هي رؤية الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه رؤية الحسين. لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. عراقيون، والذين قتلوه عراقيون. فهناك مديح للعراقيين وهناك ذم، وهناك مديح للفرس وهناك ذم، وهناك في كل الشعوب. هناك مديح للمصريين ومديح وهناك ذم. المجتمعات البشرية ليست أصناما منحوتة، ليست صخورا جبلية، تتغير أوضاعها، تتغير طباعها، تتغير أطعمتها وأشربتها، تتبدل أنواع أمراضها. كل شيء يتحرك في هذه الحياة. فما جاء في الروايات ليس منحصرا بهذه الأوصاف، وإنما هناك القوانين العامة كالتي بينتها، وهناك مميزات خاصة في هذه المجموعة أو في تلك، قد تبقى ثابتة في هذه المجموعة، لكن ذلك لا يعني أنها منحصرة في هذه المجموعة فقط. إنما كان النظر لهذه المجموعة أثناء الحديث. فحينما تحدث رسول الله عن نساء قريش، نظره كان منصبا إلى هذه الجهة، لكن حديثه لا يعني أن الأوصاف التي ذكرها تنحصر في نساء قريش فقط. هذا الكلام لا يأتي منسجما مع قواعد القرآن ومع منطق القرآن. ونحن ديننا يأتي منسجما بطريقة واحدة وسياق واحد ما بين القرآن ومعارف العترة الطاهرة. وتلك هي وصية رسول الله، إنه حديث الثقلين. من هنا نبدأ ومن هنا ننطلق وإلى هنا ننتهي. نحن لن نخرج من المساحة التي سياجها القرآن وحديث العترة. الخارج من هذا السياج إنه خارج إلى الضلال. الذي يبحث عن الهدى، الهدى في هذه المحوطة، في هذه المسيجة التي تسيج بقوانين القرآن وقوانين العترة الطاهرة. إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وتلك هي بيعة الغدير. إنه حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، بقواعد المنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، وانتهينا. الذي يريد أن يعبث خارج هذا السياج هو حر يعبث بنفسه ما يشاء أن يعبث. كما قلت لكم قبل قليل، إذا أشرقت شمس الحقيقة راح يطلع الحرامية راح يبينون. نذهب إلى فاصل. في نفس هذا المجرى أقرأ عليكم حديثا جميلا كي أختم جوابي بخصوص الرسالة التي كنت أجيب عن مضامين أسئلتها. هذا هو الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. في الصفحة 4 بعد 10 بعد 200، إنه الحديث 30 بسنده. عن زرارة ابن أعين، أو في قراءة ابن أعين، عن زرارة، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: أهل خراسان أعلامنا. حينما يتحدث الإمام عن أهل خراسان، هذا الكلام يكون جامعا للرجال والنساء، فليس خاصا بالرجال فقط. وهل نستطيع أن نتصور الرجال بمعزل عن النساء، بمعزل عن أمهاتهم، بمعزل عن أخواتهم، بمعزل عن خالاتهم وعماتهم وجداتهم، بمعزل عن زوجاتهم وبناتهم؟ لا نستطيع أن نتصور هذا. أهل خراسان أعلامنا، وأهل قم أنصارنا، وأهل كوفة أوتادنا، وأهل هذا السواد. يتحدث عن جنوب العراق، سواد العراق، جنوب العراق. المراد من جنوب العراق ما هو جنوب بغداد. جنوب بغداد هو هذا جنوب العراق. قد يقولون عنه الوسط والجنوب في زماننا. السواد ما هو جنوب بغداد. جنوب بغداد إلى بحر البصرة، إلى الخليج العربي. هذه الأرض أرض السواد قطعا. يدخل فيها أرض خوزستان، إنها جزء من العراق. هذه أرض في التاريخ القديم جزء من أرض السواد. العراق ينتهي عند عبادان، وحينما يقولون ما وراء عبادان قرية، لأن عبادان تقع على الخليج العربي على البحر. الحديث عن العراق هنا، من أن العراق ينتهي عند عبادان، وما وراء عبادان قرية هناك البحر، تنتهي أرض العراق، وأهل هذا السواد جنوب بغداد إلى بحر البصرة كما كان يسمى، وإلى خوزستان. لا أتحدث عن خوزستان الإدارية في زماننا، هذا التشخيص الإداري راجع للدولة الإيرانية، أنا أتحدث عن الأجزاء التي كانت تعتبر جزءا من العراق وهي داخلة في أرض السواد. وأهل هذا السواد منا ونحن منهم، منا ونحن منهم. أي مديح هذا! هذا المديح لا يمكنني أن أتصوره، لكنني أفتح الباب للتصور إلى نهايات مفتوحة. أهل خراسان أعلامنا، وأهل قم أنصارنا، وأهل كوفة أوتادنا، وأهل هذا السواد منا ونحن منهم. هل هذا يعني أن هذه الأوصاف تنحصر بهؤلاء؟ في زمان الكلام، في زمان الكلام، في زمان الحديث، فإن شيعة الأئمة المخلصين في هذه المناطق حينما تحدث إمامنا الصادق بهذا الحديث، هذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على أناس في الأرجنتين، يمكن أن تنطبق إذا توفرت الظروف لهم، يمكن أن تنطبق على أي بلد من البلدان الأفريقية، يمكن أن تنطبق على أي جزء من الصين أو من الهند، على أي دولة أوروبية، على أي دولة عربية، إذا توفرت الظروف والأسباب وتهيأت المقدمات الصحيحة لأن يكون الواقع المجتمعي بمثل هذه الأوصاف التي تحدث عنها إمامنا الصادق. هذا الكلام بحسب الواقع وليس قانونا لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن يوجد أناس بهذه المواصفات وربما أفضل، لكن الأئمة حينما كانوا يتحدثون واقع الأمر هو هذا، الموجود على الأرض هو هذا، وإلى يومنا الموجود على الأرض هو هذا، لكن هذا يمكن أن يتغير قطعا، يمكن أن يتغير. قوانين القرآن هي التي تتحدث، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ليس خاصا بأهل خراسان أو بأهل الكوفة أو بأهل سواد العراق، هذا القانون يعمل في جميع الاتجاهات، ويعمل في عالم الملائكة، ويعمل في سائر الأمم الموجودة في هذا الكون الفسيح في خارج أرضنا. هذا الكلام في هذه الرواية وأمثالها بحسب الواقع، هذا فهم للأحاديث بحسب المعاريض وليس بحسب الظهور العرفي. بحسب الظهور العرفي فإن الأوصاف هذه تكون خاصة بهذه البلدان وبهؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه البلدان. وهذا كلام يتعارض مع منطق القرآن ومع منطق العترة مع الرسالة العالمية لإمام زماننا. رسالة إمام زماننا رسالة عالمية أممية أرضية يملأ الأرض، وليس يملأ أرض خراسان، وليس يملأ أرض الكوفة أو أرض السواد. رسالة أممية، رسالة أرضية، وهذا هو منطق كلنا من آدم وآدم من تراب. هذا هو منطق الحقيقة. الظروف السياسية تغير الناس، كل مولود يولد على الفطرة، إنها الذاكرة الخفية، كل مولود يولد على الفطرة، حتى أبناء الزنا يولدون على الفطرة. ولكن آثار الزنا هي التي قد تشوه الفطرة وقد لا تشوه الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يمجسانه، أبواه يهودانه، أبواه ينصرانه. والأبوان هنا مثال، لأن الأبوة ليست في الوالدين فقط، الأبوة أبوة المجتمع، المجتمع يؤثر، الأبوة أبوة الحاكم، أبوة الحكومة. وهناك الأبوة الحقيقية إذا كنا ننتمي إليها، إنها أبوة محمد وآل محمد، تلك الأبوة هي التي تحافظ على الفطرة، تحافظ عليها وتصقلها وتزيد في بهائها وتضاعف قوتها وطاقتها. إنها الأبوة الحقيقية، أبوة محمد وآل محمد. أما أبوة آباء الزواج والتناسل، هذه ما هي بأبوة مضمونة، أبواه يمجسانه، يحولونه إلى مجوسي، إلى يهودي، إلى أي ملة. هؤلاء آباء الزواج، آباء التناسل. وهناك أبوة المجتمع، وهناك أبوة الحكومة والحكام. الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى قائمة طويلة من عناوين الظروف المتنوعة، كلها تترك آثارها على الواقع المجتمعي عموما، وعلى الواقع الأسري خصوصا، وعلى أفراد الأسر بنحو أخص، بحسب واقع زمان أئمتنا. فهذه الأوصاف هي الموجودة ولا زالت آثارها إلى يومنا. أهل خراسان أعلامنا، وأهل قم أنصارنا، وأهل كوفة أوتادنا، وأهل هذا السواد منا ونحن منهم. وهناك روايات تذم الكوفيين والعراقيين، إنهم البتريون، البتريون الذين سيحاربون إمام زماننا. من أين سيخرجون؟ من الكوفة نفسها، من الكوفة نفسها، من الكوفة التي يقول عنها الصادق في هذا الحديث وأهل كوفة أوتادنا، من الكوفة نفسها يخرج البتريون. في الحقيقة هذه رسالة وصلتني يوم أمس، لم تكن ورقية، إنها رسالة صوتية، لكنها فرغت على الورق، وهي رسالة طويلة في 4 صفحات. الرسالة الصوتية صاحبها لا أعرفه في الحقيقة من النجف، لكن الذي أوصل الرسالة الصوتية إليه أعرفه وأثق به، وهو يعرف ذلك الشخص. بالإجمال مضمون الرسالة سؤال عن البتريين، عن البتريين الذين سيخرجون من النجف من الكوفة لحرب إمام زماننا. السائل كما يقول وبصوته من أنه من تلامذة محمد رضا السيستاني. لا أريد أن أقرأ كلامه، الرسالة طويلة. إنه يقول: هذا سؤالي، وما هو سؤالي لوحدي، هذا السؤال يتردد في أوساط الكثيرين من طلاب حوزة النجف ومن طلاب مراجع النجف. يقول: حينما نختلي فيما بيننا ويثق بعضنا ببعض فإننا نتحدث عن هذا الموضوع، لأننا نشعر فعلا من أن النجف بترية بالكامل. الحديث عن الحوزة وعن المرجعيات النجفية. وهو يقول: ليس منطقيا أن البتريين يظهرون بنحو مفاجئ، ربما يكون ظهور إمام زماننا بعد 100 من السنين، نحن لا نعلم، قد يظهر في السنة القادمة وقد يظهر بعد 100 من السنين، لا ندري. آمالنا أن يكون ظهوره قريبا، كل المعطيات تقول بهذا، لكننا هل نحن مصيبون في هذا التشخيص أو لا؟ هذا أمر يعلمه إمام زماننا. عقولنا، قلوبنا، ضمائرنا، وجداننا، إننا بكل حقائقنا نسبح في بحر من الآمال. عيوننا على الدرب، القلوب تعيش الأمل، ونحن نبحث عن كل صغيرة أو كبيرة في هذا العالم تشير إلى قرب ظهور إمام زماننا، لكننا لا نوقت ولا نفرض شيئا على إمام زماننا. من نحن؟ نحن عبيده، نحن عبيده. أكان الظهور في العام القادم أم كان الظهور بعيدا كما يريد إمام زماننا؟ نحن عبيد مسلمون لإمام زماننا، وسنبقى في مقام العبودية والخدمة، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سألوه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. ونحن نعيش يوم مولد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله. أعود للرسالة، فإن الرسالة تسأل عن البتريين. هو يقول: نحن متأكدون من أن البتريين هم الذين يحكمون النجف، ومن أن حوزة النجف حوزة بترية بالكامل، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. سأجيب على هذه الرسالة، ليس في هذه الحلقة، هذا موضوع مهم جدا. سأجيب على هذه الرسالة لأنني سأجيب على سؤال يتردد في أجواء حوزة النجف، ولكنه بنحو مكتوم، سؤال بالكاتم، لكن الجواب سيأتي من قناة القمر ملعلعا، سيأتي الجواب ملعلعا وصادعا وصادحا بالحقائق والوثائق. سأجيب على هذا السؤال في العديد من الحلقات في قادم الأيام في هذا البرنامج، فانتظروا تلك الحلقات، إنها حلقات تتناول موضوعا مصيريا يا شيعة العراق ويا أيها الشيعة في كل العالم، لكن الأمر يخص شيعة العراق بالدرجة الأولى. سأحدثكم وسأضع لكم حقيقة البتريين كما هي بالوثائق والحقائق. نذهب إلى فاصل. الرسالة من أرض السواد، من البصرة، من الأخ العزيز أبو منتظر التميمي. الرسالة تشتمل على سؤالين. السؤال الأول: وإن كان طويلا لكنني سأقرأه لأن كثيرين بحسب ما أتوقع يريدون أن يعرفوا جواب هذا السؤال. بعض الأحراز والطلاسم والتعويذات والأذكار التي وردت عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أنا لست شاكا في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ولست شاكا في هذا الكلام الوارد عنهم، لكن لماذا لا تعمل هذه الأذكار؟ هل هناك خبث في هذا الشخص في نفسه، خبث معنوي نجس، نجاسة معنوية، أو هناك عوارض وموانع تمنع بين الشخص وبين ما ذكرت، أم أن بعض هذا العلاج من الأذكار والتعويذات جاء في وقت وزمن لا يوجد فيه تطور وتقدم طبي وعلمي وأعطوه إلى شيعتهم حتى يتشافوا من الأمراض باختلافها، إن كانت نفسية روحانية أو الأمراض المعروفة التي تمر على الجسد ويحس بها الإنسان من خلال الأوجاع، أم أنها لا تعمل بالطريقة الصحيحة من قبل أصحاب لا أدري، أم أنها لا تعمل، أم أنها لا تعمل، أم أنها لا تعمل بالطريقة الصحيحة من قبل أصحاب الاختصاص؟ أرجو أن تجيبنا. هذا السؤال كثيرون يسألونه. العناوين التي أشار إليها في الحقيقة كل عنوان بحاجة للحديث عنه على حدة. الأحراز شيء الطلاسم شيء، التعويذات شيء، والأذكار شيء. فالأذكار لها خصوصيتها، التعويذات لها خصوصيتها، الطلاسم لها خصوصيتها، والأحراز كذلك. لكنني سأتحدث بالإجمال. إذا أردت أن أخذ العناوين بشكل منفرد وأن أتحدث بالتفصيل عن كل عنوان فهذا سأحتاج فيه إلى وقت طويل. الرسائل عندي كثيرة، وهذا الموضوع الجديد موضوع البتريين هو موضوع مهم سيأخذ مني وقتا، سيأخذ مني عدة حلقات، وأنا أحاول الإجمال والاختصار بقدر ما أستطيع. وكلما بقي البرنامج موجودا فإن الرسائل تصل، ولا أدري ماذا سأصنع معها. أعود إلى الرسالة. إذن سؤال عن الأحراز والطلاسم والتعويذات والأذكار. السائل يسأل، الأخ العزيز أبو منتظر يسأل: لماذا لا نجد أثرا لهذه الأذكار ولهذه التعويذات؟ هناك أمور عديدة لا بد أن ننظر إليها لنجعل الكلام عن مجموعتين. هناك مجموعة الطلاسم لأنها تختلف اختلافا كبيرا عن الأحراز والتعويذات والأذكار، وهناك مجموعة الأحراز والتعويذات والأذكار، وإن كان كل عنوان من هذه العناوين يتميز عن باقي العناوين لكنها تتقارب في بعض الجهات. فالأحراز أدعية وذكر، والتعويذات أيضا هي أدعية وذكر، والأذكار كذلك، لكن التعويذات لها خصائصها، والأحراز لها خصائصها، والأذكار لها خصائصها، إلا أنني سأجمل الكلام بخصوص هذه العناوين الثلاثة. عدم ترتب الآثار المذكورة بخصوص استعمال هذه الأذكار أو التعويذات أو الأحراز يعود إلى مجموعة من الأسباب سأشير إلى أهمها. سبب من الأسباب هناك تحريف وتصحيف في هذه الأحراز وفي هذه التعويذات وفي هذه الأذكار، وهذا الكلام لا أقوله على سبيل الاحتمال، وإنما من خلال مراجعة الكتب المختصة بهذه العناوين يتضح للمحقق أن تحريفا وأن تصحيفا قد أصابها. لا أتحدث عن كل شيء ولا أتحدث عن كل الكتب، لكنني أقطع بأنه ما من كتاب من هذه الكتب إلا وقد تعرض لتحريف أو تصحيف. وهناك أمر مهم، فإن الطوسيين لم يهتموا كثيرا بهذه الموضوعات، ولذا فإنها وضعت جانبا وبسبب الإهمال، وهذا الإهمال يكون مقصودا في بعض الأحيان من قبل كبار علماء الشيعة كي يبعدوا الشيعة عن التواصل مع هذه الأذكار والعناوين المتبقية. خلاصة الكلام، هناك تحريف وهو متعمد، وهناك تصحيف وهو ليس متعمدا، وإنما بسبب الإهمال. الكتب القديمة بنحو عام تعرضت للتحريف والتصحيف، وهذه الأذكار والتعويذات والأحراز هي جزء من الكتب القديمة، لكن حصتها من التحريف والتصحيف كانت أكثر بسبب الإهمال. بعض الإهمال مقصود وبعض الإهمال ليس مقصودا. حينما أقول بعض الإهمال مقصود، هناك قصد لتدميرها، وحينما أقول بعض الإهمال ليس مقصودا، هم لا يعبؤون بها لأنهم يعتقدون عدم أهميتها. على أي حال، هذا سبب من الأسباب. فحينما تتعرض هذه الأحراز والتعويذات والأذكار التي نسجت بشكل مختص ومخصوص لغاية معينة، لأن السائل هنا لا يتحدث كما أفهم من الرسالة عن عموم الأذكار، وإنما يتحدث عن أذكار مخصصة، إما للشفاء من مرض جسدي أو من حالة نفسية أو لغرض من الأغراض، لحاجة لأمر مهم معين. وهذه الأمور معروفة في الكتب المختصة بهذه العناوين. فهذه وصفات خاصة تأتي في سياق منظوم مرتبط بالأسماء الحسنى. تقديم بعض الأسماء على بعضها بنحو محرف أو بنحو مصحف يؤدي إلى تعطيل عمل هذه الأذكار. إذا كان هناك من عدد معين لبعض الأسماء في الأحراز أو في التعويذات الخاصة بالعناوين الخاصة فيما يحتاجه الناس، لا أتحدث عن الأحراز العامة. هناك أحراز عامة لحفظ الإنسان، إنها أدعية موجودة مبسوطة، وبالمناسبة الأحراز العامة لم تتعرض لتحريف أو تصحيف كبير. المشكلة في هذه الأحراز الخاصة، هناك حرز للدخول على السلطان، هناك حرز للخلاص من قاتل يتتبع الشخص. السائل يسأل عن هذا. صحيح أنه ما ذكر هذه العناوين، لكن الكلام واضح، إنه يتحدث عن نوع من الأحراز وعن نوع من التعويذات. هناك تعويذات أدعية عامة موجودة، لكنني أفهم من الرسالة من أن السائل يسأل عن التعويذات ذات الغايات الخاصة، عن الأذكار ذات الغايات الخاصة، وعن الأحراز ذات الغايات الخاصة. التحريف والتصحيف في هذه العناوين يؤدي إلى تعطيل فاعليتها. هذا أولا سبب من الأسباب. السبب الثاني، لنفترض أنها ليست محرفة وليست مصحفة، قد تكون هذه الأذكار والتعويذات والأحراز مخصوصة بزمان معين، بزمان إنشائها، لفترة زمانية معينة، لأشخاص معينين، لواقعة معينة، أن يكون الشخص في مشكلة معينة ويطلب الحل من الإمام المعصوم، الإمام يعطيه حلا. هذا الحل الذي أعطاه الإمام ليس موجودا في الذكر نفسه، وإنما الذكر بمثابة مفتاح، الحل عند الإمام، رعاية الإمام هي التي ترتب الأثر الذي سيناله ذلك الشخص. الذكر سيكون مفتاحا فقط، كزر يكبس. فهناك من الأذكار والتعويذات والأحراز ما هو هذا حاله. أنا لا أتحدث عن أمر افتراضي، هذه حقيقة، القرائن الموجودة في الروايات والأحاديث وفي الأذكار والتعويذات الخاصة والأحراز الخاصة هي التي تجعلني أقول هذا القول. السبب الأول حقيقي موجود، التحريف والتصحيف. السبب الثاني حقيقي موجود في بعض هذه الأذكار والتعويذات والأحراز، أمر خاص بزمان معين أو بشخص معين بظرف معين. فاعلية ذلك الذكر أو هذا الحرص هي من رعاية الإمام المعصوم. فحينما يعطي الإمام بعض شيعته حرزا لأمر معين، العمل ليس من الحرز، العمل من رعاية الإمام، ولكن عبر هذه الوسيلة. فهذا الحرز بمثابة زر يكبس، هذا مفتاح. السر ليس في المفتاح، السر فيما وراء المفتاح. حينئذ لن تكون فاعلة في زماننا. هناك سبب آخر من أن الناس تتعامل معها على سبيل التجربة، تريد أن تجربها. هذه الأذكار والتعويذات والأحراز لن تعمل بهذه الطريقة، وإنما تعمل إذا لم تكن محرفة ومصحفة، ولم تكن خاصة بزمان معين، وإنما رعاية الإمام معها موجودة على طول الخط. فإذا كان الذكر واردا عن الإمام الصادق، رعاية الإمام تنتهي عند إمامة إمامنا الكاظم. رعاية إمامنا الكاظم هي التي ستفعل هذه الأذكار إلى إمام زماننا. فإذا كنا نتعامل معها على أساس التجربة، وكأننا نريد أن نجرب الله، نريد أن نجرب محمدا وآل محمد، فإنها لا تعمل. لكن إذا استعملناها بعقيدة كاملة وثقة، ولأننا نحتاجها فعلا، إنها ستعمل هذه الأذكار إذا لم تكن محرفة مصحفة ولم تكن خاصة بزمان معين. ستعمل هذه الأذكار قطعا. هناك أمور أخرى ترتبط بهذا الموضوع، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في مثل هذا الوقت الضيق. يمكن للسائل أن يعرف الجواب من هذا الإجمال الذي بينته. نذهب إلى فاصل. أما الطلاسم فذلك شأن آخر. موضوع الطلاسم هذا موضوع لا يخلو من التعقيد، الطلاسم بنحو عام التي رسمت خططت في كتب الأدعية على سبيل المثال، طلاسم الأيام التي تجدونها في كتاب معروف من كتب بيوت الشيعة في العراق، ضياء الصالحين، الذي جمعه صالح الجوهرجي، محمد صالح الجوهرجي. هناك طلاسم الأيام وغيرها. هذه الطلاسم لا نملك علما من أنها قد نقلت بشكل صحيح. لا أتحدث عن هذا الكتاب بشكل عام، ذكرت الكتاب كمثال لأن البعض ربما لم يكن قد رأى كتبا مختصة بهذا الموضوع، لذلك أشرت إلى كتاب ضياء الصالحين فيه ما فيه من الطلاسم. فنحن لا نملك علما من أن الطلاسم هذه قد نقلت بشكل صحيح. حينما نقارن فيما بين الكتب نجد أن اختلافا في محتويات هذه الطلاسم من جهة الأرقام، من جهة الأسماء الغريبة، من جهة سلاسل الحروف وهيئات الجداول إلى بقية الأجزاء التي تتكون منها هذه الطلاسم. أولا، ما معنى الطلاسم؟ ربما يسأل سائل عن معنى الطلاسم. الطلاسم هي لا تجمع على طلسم كما يتحدث الناس، الطلاسم لا تجمع على طلسم. قد يبدو أن طلسم تجمع على طلاسم، هذه كلمة وهذه كلمة. طلسم في لغة العرب كلمة عربية ولكن لا علاقة لها بهذا العنوان الطلاسم. طلسم فلان في وجه فلان، أي قطب في وجهه. إذا اكفهر وجه الإنسان يقال فلان طلسم وجهه، لقد اكفهر وجهه. يقال طلسم ويقال طلمس ويقال طرمس والمعنى واحد. طرمس وطلمس وطلسم المعنى واحد، وهذا لا علاقة له بالطلاسم. الطلاسم هي جمع إما لكلمة طلسم أو طلسم أو طلسم كلمة مسلط تعكس، فلا توجد هيئة لغوية للفظها. مسلط تعكس الكلمة، فقد تلفظ طلسم أو طلسم أو طلسم، لأن هذا العنوان كما يبدو من المعطيات عنوان لعلم اندرس في زماننا. قرأت فيما سلف من السنين في بعض الرسائل والكتب التي تنسب إلى جابر بن حيان الكوفي، وهو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الذي عرف عنه تخصصه بعلم الكيمياء في زمانه قطعا الذي يناسب أيامه. هناك بعض الرسائل، بعض الكتب الصغيرة تنسب إلى جابر بن حيان الكوفي، وهو يقول فيها من أنه أخذ علم الطلاسم عن إمامنا الصادق. وعلم الطلاسم هذا الذي يتحدث عنه جابر بن حيان الكوفي في هذه الرسائل المنسوبة إليه، أنا لا أملك دليلا على أن الرسائل قد كتبها جابر بن حيان الكوفي، وإنما موجود في تلك الرسائل المخطوطة، وأعتقد أن بعضها قد طبع بعد ذلك، منسوبة إليه، لا أملك دليلا على أنها فعلا لجابر بن حيان الكوفي، لكن هذا مكتوب في تلك الرسائل من أنها لجابر بن حيان الكوفي، ومن أنه نقل المعلومات التي فيها عن إمامنا الصادق. يتحدث عن علم يقال له علم الطلاسم. إذا أردت أن أقرب لكم الفكرة عن هذا العلم، يمكنني على وجه التقريب أن أصطلح عليه إنها الكيمياء الخفية، ليست الكيمياء العلنية التي يتحدث عنها علماء الكيمياء. لذا البعض يعده من السحر، ليس سحرا، علم الطلاسم ما هو من السحر، هذا علم يدرس طبائع الأشياء وطبائع الناس، ويدرس العلائق بين الأشياء والناس، ومن خلال المقارنة بين ما هو متوافق وبين ما هو متضاد. أتحدث عن الطبائع التي كانت معروفة في علوم الحكمة القديمة، إنها طبيعة الحرارة وطبيعة البرودة وطبيعة الرطوبة وطبيعة اليبوسة. وحينما تدرس طبائع الإنسان فينظر في ذلك الإنسان وفقا لاسمه ولتراكيب خلقته ولما يظهر على مزاجه، فهل تغلب الصفراء على مزاجه، هل تغلب السوداء على مزاجه، إلى آخره. هذه مصطلحات قديمة وهي موجودة في رواياتنا، في كتب الطب القديم، في كتب الطب الروحاني القديم والطب الجسماني، في كتب الحكماء، في كتب العلوم الغريبة تتردد مثل هذه المصطلحات. خلاصة الكلام، هناك طبائع الإنسان ومزاج الإنسان واسمه، ويحسب بحساب الأرقام، وهناك الكثير من التفاصيل. فإذا كان الإنسان مريضا بمرض نفسي أو مرض جسدي، فإنه من خلال العلاج إما بما يوافق مزاجه أو بما يضاده. فإذا كان مزاجه ميالا إلى الرطوبة فإنه يعالج بالأشياء التي طبيعتها الرطوبة، وقد يعالج بالمضاد بالأشياء التي طبيعتها اليبوسة. حسابات وأرقام وحروف، ومن جملة مستخرجات هذا العلم هذه الطلاسم التي تشاهدونها في كتب الأدعية: طلاسم الأيام، طلاسم الشهور، طلاسم السفر، طلاسم الزواج، طلاسم التجارة، إلى غير ذلك من عناوين شؤون الحياة اليومية للإنسان. فهذه الجداول والأرقام الاستفادة منها لا بد أن تكتب بنحو خاص للشخص وفي زمن معين، هكذا يقولون في علم الطلاسم، هكذا يقولون. أما أن توضع في كتاب للجميع فليس هناك من فائدة فيها، لا بد أن تكتب في وقت خاص وفي مكان خاص، ولا بد أن يكتبها متخصص يمتلك روحية معينة، يستطيع أن يتعامل مع خصائص الأشياء وطبائعها، كالكيميائي الذي يعمل في مختبره، لا بد أن يمتلك خبرة معينة. لا يستطيع أي أحد أن يدخل إلى المختبر الكيميائي كي يعمل فيه، سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. هذا الأمر بحاجة أيضا إلى بحث ودراسة. هذه ما هي بأمور جاهزة، على الدارس أن يدرسها وبعد ذلك أن يسعى في التقدم والتعمق في الوصول إلى النتائج الجديدة، وهذا أمر قابل للتطور والتقدم، إنه علم من العلوم. لكنني كما أعتقد هذا علم قد انطمس وذهبت أيامه، لا أعتقد أن أحدا في زماننا يعرفه. شيء إن كان صحيحا فقد دفن في أيام الماضي. أما هؤلاء الذين يدعون أنهم يكتبون الطلاسم، هؤلاء لا يعرفون شيئا. أنا متأكد من أن المعلومات القليلة هذه والتي لا تمثل شيئا من علم الطلاسم هم لا يعرفونها أيضا، وإلا فهذا علم واسع جدا. هذه المعلومات أثبتت في هذه الرسائل التي نقلت عن جابر بن حيان الكوفي، إن كانت فعلا قد نقلت عنه، وفي كتب أخرى تحدثت في هذا الموضوع. لكنني كما قلت لكم هذا علم انطمست آثاره، ولا أعتقد أن أحدا في زماننا يملك اطلاعا واسعا حقيقيا. ربما يملكون معلومات كالتي أمتلكها، إنها معلومات عامة للتعريف بهذا العلم. أنا أتحدث عن شخص عالم يستطيع أن ينفذه، أن يفعله على أرض الواقع. فهذه الطلاسم من الطبيعي جدا أنها لا تعمل ولا تؤثر، فضلا عن أننا لا نملك علما من أنها صحيحة في مفرداتها ومحتوياتها. على سبيل المثال هناك كتاب في المكتبة السنية شمس المعارف الكبرى من كتب الطلاسم لأحمد البوني، كتاب قديم. هذا أحمد البوني على ما أتذكر توفي سنة 622 للهجرة إذا لم تخني ذاكرتي، كتاب قديم مؤلفه عاش في القرن السادس الهجري وتوفي في أوائل القرن السابع الهجري. هذا الكتاب مشهور بين المصريين وهو كتاب سني بامتياز، مشحون بالطلاسم، الطلاسم الموجودة فيه ليست صحيحة، لأنها حينما نقلت عن نسخ قديمة وفيها أخطاء واضحة. الكتاب مليء بالخرافات وبكثير من الترهات التي لا حقيقة لها، لكنني أتحدث عن الطلاسم لأن الذين يعملون في جو الطلاسم بين الناس في الوسط العراقي وفي الوسط الشيعي يستعملون هذا الكتاب. المعلومات الموجودة في هذا الكتاب ليست دقيقة وليست صحيحة، هناك معلومات صحيحة في الكتاب قطعا، لكن الطلاسم الموجودة في هذا الكتاب قد نقلت بشكل خاطئ. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول، وأقول للأخ العزيز أبو منتظر: اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا ما قيلت بصدق وبفهم. عندي برنامج كنت قد قدمته في السنوات الماضية وببث مباشر عبر قناة الأنوار الفضائية في الكويت، عنوانه الذكر الأكبر، يمكنك أن تعود إليه كي تفهم معنى اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الذكر إذا ما ذكر وبكثرة، لن أذكر لك أرقاما معينة، ولكن إذا استعملت أرقام المئات أرقام الآلاف فهذا شيء حسن. هذا الذكر إذا ما ذكر على طهارة وبصدق وباتجاه القبلة وبتوجه يفعل ما لا تفعله الطلاسم وما لا تفعله الأحراز والتعويذات والأذكار، ولكن بالشروط التي أشرت إليها. قطعا الأمر بيد إمام زماننا، في بعض الأحيان لا يستجاب للإنسان لمصلحة تخصه، لكن هذا الذكر يتجاوز السحر ويتجاوز الطلاسم ويتجاوز الأوفاق والأرقام والأذكار، إنه سيد الأذكار. هذا هو ذكرنا الأكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. للتوضيح، أشرت قبل قليل إلى برنامج كنت قد قدمته على قناة الأنوار الفضائية، عنوانه الذكر الأكبر. هذا البرنامج قدمته أيام شهر رمضان على طول الشهر يوميا، في الحديث عن معنى اللهم صل على محمد وآل محمد. أعود إلى رسالة الأخ العزيز أبو منتظر التميمي، أذهب إلى سؤاله الثاني. يخرج بعض الأشخاص يقول أنا مت وقد قامت القيامة وصار العذاب وكذا، صار الحساب والعقاب، ويقص ما شاهد، ورأيت أكثر من حالة بهذا الخصوص. هل أن هؤلاء كلامهم صحيح أو أنها غيبوبة؟ هل يوجد في روايات وأحاديث أهل البيت عليهم صلوات الله من مصداق إلى هذا الكلام؟ ما فائدة عودته إلى الحياة؟ أن يقول القائل قد قامت القيامة، فهذا الكلام ليس دقيقا. القيامة لم يأتي وقتها. أما أنه يرى أشياء قد يتخيلها هو من أن القيامة قد قامت. القيامة متى قامت حتى يراها أشخاص ويقول من أن القيامة قد قامت؟ هناك حلقات تحدثت فيها عن هذا الموضوع في برنامج الخاتمة، من الحلقة 331 إلى الحلقة 335 تحت عنوان تجارب الاقتراب من الموت. يمكنك يا أبا منتظر أن تعود إلى تلك الحلقات كي تطلع على تفاصيل هذا الموضوع، من حلقة 331 إلى حلقة 335، تجارب الاقتراب من الموت. موضوع شيق ومهم ومفصل، يمكنك أن تعود إليه. سأجيب إجابة إجمالية على سؤالك، لكنك إذا أردت الاستزادة وأردت التفصيل فعد إلى تلك الحلقات. أشخاص يموتون ويعودون إلى الحياة. القرآن مشحون بهذه الوقائع، مشحون بهذه الوقائع. ذلك الإسرائيلي الذي قتله أبناء عمومته والذي ضرب بذيل بقرة بني إسرائيل، حكاية البقرة الإسرائيلية، ذبحوا البقرة وأمرهم موسى أن يضرب ذلك القتيل بذيل البقرة فرجع إلى الحياة. هؤلاء أبناء عمه قتلوه حسدا، لأن إحدى بنات أعمامهم كانت جميلة جدا وغنية جدا، وقد فضلت ابن عمهم هذا عليهما، كانا اثنين، حسدا منهما قتلاه، وجاءوا بجثته ووضعوها في مكان اتهم فيها الكثير من الإسرائيليين في ذلك الوقت. حكاية مفصلة. بعد ذلك أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة بمواصفات معينة، وبعد أن ذبحوها أمرهم أن يقطعوا ذيلها وأن يضربوا ذلك القتيل، ضربوه بذيلها فرجع إلى الحياة. الأحاديث عندنا تقول من أنه عاش زمانا طويلا مع زوجته الجميلة تلك وتمتع بحياته ورزق أولادا، عاش زمانا طويلا. هذا قد قتل ومات ورجع إلى الحياة. عزير مات 100 سنة ورجع إلى الحياة، رجع هو وحماره وحتى طعامه رجع على حاله مثلما كان قبل 100 من السنين، وحكايته مفصلة. أهل مدينة كاملة فروا من الطاعون حينما حل في مدينتهم، وهي من مدن بلاد الشام، فلما ابتعدوا عن مدينتهم أماتهم الله جميعا مع حيواناتهم، وبقيت عظامهم في الطريق، في طريق القوافل، فكان الناس يجمعونها يضعونها على جانب الطريق لأنهم ماتوا جميعا، ما دفن بعضهم بعضا. وبعد زمان طويل أعاد الله الحياة إليهم وإلى حيواناتهم، وعادوا من جديد وعاشوا واستمروا في الحياة. عائلة النبي أيوب، أولاده عائلته ماتوا جميعا، فأعادهم الله إلى الحياة مرة أخرى. طيور إبراهيم التي ذبحها وهرسها ووزع لحمها المهروس على رؤوس الجبال، ولما أمرها أن تعود عادت الطيور إلى الحياة. قصة مفصلة. أصحاب الكهف ناموا 300 من السنين وازدادوا 9 ورجعوا إلى الحياة، وسيعودون عند ظهور إمام زماننا كما تحدثنا أخبار العترة الطاهرة. الذين أحياهم عيسى المسيح ماتوا وأعادهم إلى الحياة، من جملتهم صديق لعيسى المسيح لم يلتقيه لمدة من الزمان فذهب لزيارته، فلما طرق الباب خرجت أمه وأخبرته بأن صديقه قد مات منذ كذا من الأيام، منذ كذا من الزمان، وكانت حزينة على ولدها. قال: أتريدين أن أرجعه إلى الحياة؟ فأجابت: نعم بفرح. قال: انتظريني يوم غد. فعاد في اليوم الثاني وأخرجه من قبره أمام الناس عيسى المسيح، وقال له: هل تريد أن تعود إلى قبرك أم تريد أن تواصل الحياة؟ فسأل عيسى المسيح: هل تطول حياتي؟ قال: نعم، إلى 20 سنة. وبقي 20 سنة ومات بعد ذلك. وقصص السيد المسيح كثيرة، كثيرون تحدث القرآن عنهم أنهم عادوا إلى الحياة بعد موتهم. الرجعة عشرات وعشرات من الآيات تحدثت بحسب تفسير العترة لقرآنها، عشرات وعشرات وعشرات من الآيات تحدثت عن الرجعة، من أن كثيرا من الناس سيعودون إلى الحياة في قادم الأيام. البعض منهم سيعود في العصر القائم، في عصر إمام زماننا، والبعض سيعود في عصر الرجعة العظيمة بعد انتهاء العصر القائم، حيث يبدأ عصر الرجعة الحسينية. وهذا الموضوع تحدثت عنه في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المختصة بمثل هذه الموضوعات. إنني ما تركت موضوعا مهما إلا وتحدثت عنه بالتفصيل وبالوثائق والمصادر، هذه ثقافة العترة. الذي يريد منكم أن يثقف نفسه بثقافة العترة الطاهرة فدونه هذه القناة، قناة القمر، قناة ثقافة العترة الطاهرة. ليس جزافا أن نصفها بأنها قناة الحقائق، هذه قناة الحقائق، إنها حقائق ثقافة العترة الطاهرة، بعيدا بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة وقذارات سقيفة بني طوسي. أعود إلى سؤال أبي منتظر فأقول له: من أن الذين يقولون قد رأوا القيامة إنهم لا رأوا القيامة ولا هم يحزنون لأن القيامة لم تقم. هؤلاء على صنفين، صنف منهم قد كان في غيبوبة مثلما قلت أنت، هل أن هؤلاء كلامهم صحيح أو أنها غيبوبة؟ كانوا في غيبوبة لم يموتوا ورأوا في غيبوبتهم ما يرى النائم في المنام، والبعض منهم لم يمت، كان يبدو أنه ميت لكنه قارب الموت فاطلع على شيء من عالم البرزخ واطلع اطلاعة حقيقية، إنه يحدث عما رآه في جانب من جوانب عالم البرزخ. لماذا يعود الميت بعد موته؟ لماذا يقترب الإنسان من الموت ويعود؟ لماذا ولماذا؟ هناك حكمة وحكمة وحكمة، كالحكم التي ترتبط بالحوادث التي ذكرها القرآن عن أناس ماتوا ورجعوا إلى الحياة. أتعلم أن موسى النبي هو الآخر قد مات ورجع إلى الحياة؟ خر موسى صعقا، في تفسير العترة خر ميتا، فقد مات موسى ورجع إلى الحياة مرة أخرى. السبعون الذين ذهبوا مع موسى ونزلت عليهم الصاعقة رجعوا إلى الحياة مرة أخرى. القرآن تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، لكن لأن نواصب سقيفة بني ساعدة يرفضون عقيدة الرجعة كما هو الحال في نواصب سقيفة بني طوسي، لا يجدون الإيمان بالرجعة ضروريا، وهي أساس من أسس الإيمان في عقيدة العترة الطاهرة، لأن ثقافة هؤلاء وثقافة هؤلاء تعارض الرجعة. هناك عملية تغطية على هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل سأعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله. أعود إلى ما كنت أتحدث بخصوصه، إنه سؤال الأخ العزيز أبو منتظر من البصرة: ما فائدة عودته إلى الحياة، عودة هذا الذي مات قارب الموت؟ ما كنت أتحدث عنه، فائدة العودة إلى الحياة إنها الحكم والفوائد والمنافع التي تحدث عنها القرآن بخصوص الوقائع التي بيّنها لنا، وهي كثيرة في الكتاب الكريم، من أن هناك من مات ورجع إلى الحياة. في كل واقعة هناك حكمة، فهؤلاء كذلك البعض منهم يذهب في غيبوبة يغشى عليه ولفترة طويلة، ويرى في غيبوبته كما يرى النائم في المنام، يرى رؤى أحلاما، يرى ما يرى في غيبوبته مما يخبره عن القيامة، عن القبر وشؤونه، إلى غير ذلك. وقد يرى عددا من الأموات الذين يعرفهم ويلتقي بهم، أو أنه يمر بتجربة الاقتراب من الموت، حيث يطلع على جانب مما يجري في عالم البرزخ، أو أنه قد يموت فعلا ويعود إلى الحياة. هناك حكمة في كل هذه الوقائع والأحداث. المنفعة قد ترتبط به شخصيا، أو أنها تعود عليه وعلى آخرين بالنفع، من أسرته، من أصدقائه، من المجتمع عموما، حينما توضع هذه الوقائع في الإعلام وتنشر بين الناس، إلى غير ذلك من الحكم والغايات الكثيرة. هناك سؤال ومن العراق أيضا، ما حكم زواج الفصلية؟ هذا أمر يعرفه العشائريون في العراق، سواني العشائر، سواني يعني سنن، إنها سنن شيطانية ابتدعها شيوخ العشائر في أزمنة متقدمة، وسار على تلك السنن الشيطانية البغيضة الأبناء والأحفاد. بعض العشائر تركت هذا الأمر، وبعض العشائر في العراق لا زالت تعمل بهذه السنن الشيطانية اللعينة البغيضة، ألا لعنة على من سنها. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، والعاملون بتلك السنن اللعينة هم الآخرون يتحملون الأوزار. إنهم يقدمون النساء من دون ذنب قد صدر من النساء إلى عشائر المقتولين بمثابة الدية، ومن أين جئتم بهذا؟ ألا لعنة على سننكم، ألا لعنة على الذين جاءوا بهذه السنن الهمجية. هكذا نقرأ في القرآن في سورة المائدة في الآية 44 بعد البسملة، في آخر الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كافرون أنتم كما كان آباؤكم كافرين بحسب القرآن، من أين جئتم بهذه الأحكام؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الأمر يجري على فتوى السيستاني في دية القتل الخطأ، وقد تحدثت عن هذا في الحلقات الماضية، إنه حكم بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية 45 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية 47 بعد البسملة من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أنتم كافرون وظالمون وفاسقون بفتوى الله، بفتوى الله، هذه فتاوى الله، بفتوى الله. أنتم كافرون وظالمون وفاسقون، أنتم الذين تعملون بهذه السنن الضالة اللعينة التي يسأل السائل عنها: ما حكم زواج الفصلية، المرأة التي تؤخذ في الفصل العشائري، في الفصل في الدية، هذا مصطلح عشائري، في الدية العشائرية، ما حكم زواج الفصلية، المرأة التي تؤخذ في الفصل العشائري في فصول العشائر، هل زواجها صحيح أو لا؟ وإذا أنجبت أولادا ما حال هؤلاء الأولاد؟ هل هم أبناء حرام أم أبناء حلال وفقا لدين العترة؟ السائل يسأل عن فقه دين العترة. هذه سنة لعينة لعن الله من سنها، إنها تخالف أحكام العترة الطاهرة، أن تقدم النساء بلا جريرة وبلا ذنب، أن تقدم إلى عشيرة المقتول، هكذا تقدم بعنوان الدية، وهناك تستعبد استعبادا، تستعبد استعبادا، لا يحترمونها، يستخدمونها، يذلونها في أكثر الأحيان. ربما تكون بعض الحالات ليست هكذا، لكن في غالب الأحيان تؤخذ فتيات صغيرات شابات في ريعان شبابهن، يزوجن من رجال كبار السن بسن أجدادهن، وهذه المرأة التي تسمى الفصلية تعيش حياة المهانة وحياة الاستعباد. سنة لعينة بغيضة، ألا لعنة الله على من سنها، ألا لعنة الله على من عمل بها. وهم يخالفون دين العترة الطاهرة ويقولون من أنهم شيعة. أي شيعة أنتم؟ أنتم شيعة الشيطان. السؤال: ما حكم زواجها؟ إذا اقتنعت المرأة الفصلية، إذا اقتنعت بصدق من كل قلبها ورضيت بذلك الزواج وأعطت موافقتها وزوجت نفسها لذلك الرجل الذي تزوجها، الزواج صحيح. السنة خاطئة وضالة ولعينة في أنها جعلت دية لذلك المقتول لإرضاء عشيرة المقتول، هذه سنة لعينة. إلا أنها إذا رضيت بالزواج من أبناء عشيرة المقتول، رضيت فعلا، رضيت فعلا، وكان عقد الزواج مبنيا على رضاها الحقيقي، فهذا الزواج زواج شرعي والأولاد شرعيون. أما إذا أجبرت أو وضعت في زاوية الأمر الواقع فهذا الزواج ليس شرعيا، هذا الزنا، هي لا تؤثم، لا إثم عليها، الإثم على الذين زوجوها، الإثم على الذي يتزوجها، أما هي فهي بريئة مظلومة لا إثم عليها. الأولاد الذين يولدون من هذا الزواج إنهم أولاد حرام، أولاد زنا، وبشكل صريح قطعي، ولا يوجد وصف آخر، إلا إذا كانت المرأة الفصلية كما يسمونها كانت راضية بزواجها من زوجها هذا الذي هو من أبناء عشيرة المقتول. إذا كانت راضية الزواج صحيح، الأولاد شرعيون. أما إذا أجبرت ووافقت وهي مجبرة وهي غير راضية فعلا في داخلها، هذا ما هو زواج، هذا زنا. الأولاد المتكونون من هذا الزواج أولاد زنا، أولاد حرام. ألا لعنة على هذه السنن، ألا لعنة على الذين سنوها من شيوخ العشائر الذين ماتوا، ألا لعنة على الذين يعملون بها. هؤلاء هم الذين وصفتهم سورة المائدة: الكافرون، الظالمون، الفاسقون، ويلحق بهم الذين يعملون بدية السيستاني. هذه الدية التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، ومر الكلام بخصوصها. نذهب إلى فاصل. رسالة أخرى من العراق أيضا، ومن أرض السوادي، من الجنوب، من مدينة الشطرة، من الأخ العزيز حيدر: ما هو الرأي الصحيح لغسل الجمعة؟ هل هو مستحب كما هو مشاع بين الناس، أم واجب حسب ما هو ظاهر من بعض الروايات الشريفة التي تقول بوجوبه؟ بنحو سريع وموجز بحسب دين العترة الطاهرة. غسل الجمعة إذا تحقق سبب تشريع وجوبه فهو واجب، فإن لم يكن قد تحقق سبب تشريع وجوبه فهو مستحب مؤكد. سأبين معنى كلامي. قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أوجب غسل الجمعة، كان غسل الجمعة واجبا زمان النبي. لماذا؟ أهل المدينة كانوا يعملون في بساتينهم، وكانوا يديرون نواعيرهم، ويعملون من أول النهار إلى آخره. الأجواء الحارة الشديدة الحر، يتعرقون ولا يستحمون، أساسا لم تكن هناك حمامات، لا توجد حمامات عامة في الأسواق ولا توجد حمامات في البيوت، ما كانوا يستحمون. يتقاطرون إلى المسجد في يوم الجمعة، رائحتهم كريهة. الرائحة الكريهة تخرج من أجسادهم والأقبح من آباطهم. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة الذين يأخذ السنة دينهم منهم، من هؤلاء الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. في الروايات الموجودة في كتب السنة، عمر بن الخطاب حينما كان يكمل طعامه فإنه يتمندل بنعاله، يمسح يديه بنعاله، ويقول: مناديل آل الخطاب نعالهم. هذا هو شأن صحابته، يأكل طعامه ويمسح يده بنعاله. هذه الروايات موجودة في أمهات كتبهم، في كتبهم القديمة. على أي حال، الرائحة الكريهة ملأت المسجد، جعلت الناس الذين يتنظفون إلى حد ما يصيبهم القرف، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله الغسل على الجميع وعلى هؤلاء بالذات، فصار غسل الجمعة واجبا. إذا كان هذا السبب متوفرا وموجودا في الواقع الديني، فإن غسل الجمعة واجب. وبالمناسبة، الأجواء الدينية، النظافة بعيدة عنها. أتحدث عن أجواء الناس المتدينين، خصوصا في وسط رجال الدين، في وسط أصحاب العمائم. يندر أن تجد معمما أنيقا متأنقا بملابسه، متعطرا متطيبا، يكثر الاستحمام والغسل والاغتسال. الرائحة الكريهة تفوح من بين المعممين، أقول هذا عن تجربته. الرائحة الكريهة من الأفواه ومن الثياب ومن الأرجل ومن الأبدان. لا أقول هذا الكلام من خيال، عن تجربة وعن معاناة مع هذه القاذورات. فهذا الأمر ما هو بغريب حينما تحدثنا الروايات الشريفة. إنني أقرأ عليكم من الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 2 بعد 10 بعد 100. إنه الحديث 5 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها. النواضح هي النواعير، وبالدقة النواضح عنوان للإبل التي كانت تدير نواعير السقي في بساتين النخيل في المدينة. النواضح هي الإبل المستخدمة في نواعير السقي. إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها، في نواعيرها، بساتينها وأموالها أراضيها، يزرعون النخيل ويزرعون كذلك المزروعات الأخرى. فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح يعني روائح، بأرواح آباطهم وأجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة، إنها السنة الواجبة إذا ما كان سبب التشريع قائما وموجودا، لكن إذا لم يكن هذا السبب موجودا فإن غسل الجمعة سنة مندوبة مستحبة مؤكدة. أقرأ عليكم ما جاء في الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، إنه الجزء الثالث في الصفحة 49، إنه الحديث الرابع من الباب 28 بسند الكليني عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول، إنه إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. أبو الحسن الأول إمامنا موسى الكاظم، أبو الحسن الثاني إمامنا الرضا، أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي. عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول، إنه إمامنا الكاظم، كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ إما أن الحسين بن خالد أساء استعمال التعبير، أو أنه قصد بالواجب المستحب المؤكد، أو أنه كان يعتقد بوجوبه فعلا، مثل ما بينت ما تقدم من كلام. دققوا النظر في جواب إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، صلاة النافلة مستحبة مندوبة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة كصيام شهر رجب، فصيام النافلة مستحب مندوب، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة. الرواية واضحة، فإن غسل يوم الجمعة يكون مستحبا. دققوا النظر في الرواية: إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، صلاة النافلة مستحبة قطعا، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، صيام النافلة إنها الأيام التي يستحب صيامها، صيام النافلة صيام مستحب قطعا، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة، فإن غسل يوم الجمعة مستحب قطعا، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان بالنسبة للصلاة للصوم وبالنسبة للوضوء كذلك. فإذا كان سبب تشريع وجوب غسل الجمعة قائما فإن الغسل يكون واجبا حينئذ. وبينت لكم السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يوجب غسل الجمعة على المسلمين في أيامه. إذا لم يكن هذا السبب قائما فإن غسل الجمعة يكون غسلا مستحبا مندوبا. الروايات أكدت استحبابه بشكل واضح. سؤال لم يطرح في هذه الرسالة وإنما طرح في العديد من الرسائل: هل يغني عن الوضوء غسل الجمعة إذا جيء به بحسب شرائطه الصحيحة في زمانه وبتوفر الشرائط الأخرى من طريقة الغسل إلى إباحة الماء وطهارته إلى بقية الشرائط؟ إذا جيء بغسل الجمعة ووقته الشرعي الأصلي من فجر يوم الجمعة، من بداية وقت الصلاة إلى وقت الزوال، ما بين الفجر والزوال، ما بين وقت صلاة الصبح وصلاة الظهر، هذا هو الوقت الشرعي الأصلي لغسل الجمعة. إذا ما جيء به في هذا الوقت وبتوفر الشروط الشرعية الأخرى، سأحدثكم عنها إن شاء الله تعالى إذا ما وفقت لتقديم برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة في وقتها إذا ما وفقت لخدمتكم في ذلك. فغسل الجمعة إذا جيء به بشرائطه يغني عن الوضوء، لا حاجة للوضوء، يمكن للمصلي أن يصلي بغسل الجمعة من دون الحاجة إلى الوضوء. الأسئلة كثيرة ووقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة، أتمنى أن تكون الإجابات نافعة، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.